اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم ونعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك من فتنة وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة وعذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال اللهم ثبتنا من أن نزل واهدنا من أن نضل اللهم حل بيننا وبين الشيطان وعمله واكفنا شر من أرادنا بسوء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتبيض بها وجهي يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إلهنا يا حبيب الأتقياء يا ناصر الأولياء يا معين الضعفاء يا كنز الفقراء يا كاشف البلاء يا صاحب الغرباء يا قاهر الأعداء سبحانك أنت رب كل شيء وخالق كل شيء إلهنا يا ذا الفضل والكرم يا بارئ الذر والسقم يا ملهم العرب والعجم يا من له البيت والحرم إلهنا ذكرك لا ينسى ونورك لا يطفى والثناء عليك لا يحصى ونعمك لا تعد وملكك لا يزول اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره
وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا الله إنك سميع الدعاء. اللهم ارزقني فرح يعقوب وتقوى يوسف وفرج يونس وصبر أيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل ودبر أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم إني أعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا وأبعد عنا كل شيء يؤذينا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك من فتنة وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة وعذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم ثبتنا من أن نزل، واهدنا من أن نضل. اللهم حل بيننا وبين الشيطان وعمله، واكفنا شر من أرادنا بسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتبيض بها وجهي يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إلهنا يا حبيب الأتقياء، يا ناصر الأولياء، يا معين الضعفاء، يا كنز الفقراء،
يا كاشف البلاء يا صاحب الغرباء يا قاهر الأعداء سبحانك أنت رب كل شيء وخالق كل شيء إلهنا يا ذا الفضل والكرم يا بارئ الذر والسقم يا ملهم العرب والعجم يا من له البيت والحرم إلهنا ذكرك لا ينسى ونورك لا يطفى والثناء عليك لا يحصى ونعمك لا تعد وملكك لا يزول اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا الله إنك سميع الدعاء اللهم ارزقني فرح يعقوب وتقوى يوسف وفرج يونس وصبر أيوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل ودبر أمري فإني لا أحسن التدبير اللهم إني أعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا وأبعد عنا كل شيء يؤذينا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم ونعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك من فتنة وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة وعذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال اللهم ثبتنا من أن نزل واهدنا من أن نضل اللهم حل بيننا وبين الشيطان وعمله واكفنا شر من أرادنا بسوء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي
وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتبيض بها وجهي يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إلهنا يا حبيب الأتقياء، يا ناصر الأولياء، يا معين الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا كاشف البلاء، يا صاحب الغرباء، يا قاهر الأعداء، سبحانك أنت رب كل شيء وخالق كل شيء. إلهنا يا ذا الفضل والكرم، يا بارئ الذر والسقم، يا ملهم العرب والعجم، يا من له البيت والحرم. إلهنا ذكرك لا ينسى، ونورك لا يطفى، والثناء عليك لا يحصى، ونعمك لا تعد، وملكك لا يزول. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا الله، إنك سميع الدعاء. اللهم ارزقني فرح يعقوب، وتقوى يوسف، وفرج يونس، وصبر أيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل، ودبر أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم إني أعوذ بك من سوء حظي، وضيق صدري، وفراغ صبري، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وأبعد عنا كل شيء يؤذينا، إنك رؤوف رحيم.